انا التزمت باش نرجع الاموال هذه وترجع ان شاء الله، لان لو كان عارفين الحجم الحقيقي نقول لك نرجع منها 60 ولا 70 ولا 80% ولا 100%، ماناش عارفين الحجم الحقيقي، ولكن الشيء اللي ظاهر الممتلكات العمارات في الخارج هذه 100%. فيش في الداخل رانا كذلك في ما يقارب 20 مليار دولار، يعني ما يساوي 20 مليار دولار هذه رجعناها. وراكم شفتوا انتم الحيل، علاش انا نقول الجزائر الجديده؟ الجزائر الجديده على الناس كل، حتى الناس باش تغير التصرفات تاعها، الاموال الضخمه اللي تهربت. On a des estimations؟ لا با ديستيماسيون، لان تهربت لمده 10 سنوات ماهيش، ولا 12 سنه ماهيش في دفعه واحده. ولا هو الشيء الايجابي ان الدول الاوروبيه، وانا شاكرهم اغلبهم، يعني مدوا لنا يد المساعده ومستعدين باش يديروا التحريات معنا، وفي حال اكتشاف الاموال هذه مستعدين باش يحولوهم يرجعوهم للاصل نتاعهم، يعني للخزينه الجزائريه، بشرط اننا نحترم الاجراءات القانونيه فقط. وراها ماشيه بالنسبه لبعض الدول، بالنسبه بعض الدول فيه ممتلكات ظاهره، فنادق خمس نجوم وغيرها، حتى رسميا بلغونا باللي مستعدين يسلموهم للجزائر.